سلاموا الله عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة جرنان، تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج. أملنا إن شاء الله أن نلقاكم دائما بالصحة والعافية. أهم ما جاء في الصحافة الوطنية، صحافة السبت 26 ديسمبر الموافق ل14 ربيع الأول، بداية بجريدة النهار. جريدة النهار قالت أيد حمد ترك وصية ليدفن في قبر والدته، مسؤول فيدرالية الأفافاس في تيزي وزو يكشف هذا الأمر. قال إن مراسيم الدفن ستكون وطنية وشعبية. محمد نبو قال تشييع جثمان أيد حمد الجمعة المقبل في تيزي وزو، إلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان الفقيد سيكون يوم الخميس المقبل في مقر الحزب بحضرة. فيما ستفرج الحكومة عن 300 مليار للفلاحين لمنع الاستيراد فروخي، وزير الفلاحة قال أمامنا 3 أسابيع للإعلان الرسمي عن الجفاف. بعد توقيع اتفاقية بين الديوان والجوية لبرمجة رحلات قصيرة المدى، رحلات لأداء الحج والعمرة في 5 أيام فقط. والنهار قالت أيضا إحباط عملية لتهريب 34 مليون دولار في ولاية تسطيف. جريدة البلاد قالت 2000 عسكري لتأمين مراسيم التشييع الجمعة المقبل. الأفافاس يفضل جنازة شعبية لأيد أحمد، ودراسة أمريكية تكشف الوجه الإرهابي للغرب. الجزائريون أكثر الشعوب رفضا لقتل المدنيين. وقت الجزائر قالت أيد أحمد يدفن هذا الجمعة بمسقط رأسه، وتوحيد الحجم الساعي للعربية والفرنسية في المتوسط، تكوين للأساتذة وفق المناهج الجديدة بداية من الموسم الدراسي. الحجم الساعي لدراسة اللغة العربية سيعادل الحجم الساعي لدراسة اللغة الفرنسية. المحرر قالت الحداد على الدحسين، العجم والعرب يجمعون على بطولة الدحسين، تشييع جنازته ستكون يوم الجمعة. الشعب نقل جثمان أيد أحمد إلى أرض الوطن يوم الخميس المقبل. والمساء رئيس الجمهورية أيد أحمد قامة تاريخية بأبعاد إنسانية وسياسية. الرئيس قال الجزائر فقدت رجلا عظيما. المساء نشرت رسالة الرئيس بوتفليقة كاملة. هذه أهم عناوين الصحافة اليوم، كلها تكلمت عن أيد أحمد، عن الحداد، وأنه وصول الجثمان سيكون يوم الخميس، إلقاء النظرة الأخيرة ستكون يوم الخميس، والجنازة ستكون يوم الجمعة. بصفحة رئيسية للنهار أيد أحمد ترك وصية لدفنه في قبر والدته. النهار قالت كشف فريد بوعزيز السكرتير الأول لفيدرالية حزب جبهة القوى الاشتراكية بولاية تيزي وزو أن الزعيم حسين أيد أحمد سيتم دفنه في مسقط رأسه بالقرية التي تحمل اسم عائلته من المرابطين ولا سيما جده، وهي دشرة أيد أحمد بمنطقة أيت يحيى تابعة لدائرة عين الحمام التي تبعد عن عاصمة ولاية تيزي وزو بحوالي 60 كيلومتر شرقا، مضيفا أنه لحد الساعة لم يتم بعد تحديد تاريخ مراسم الدفن في انتظار نقل جثمانه من سويسرا وإتمام الإجراءات اللازمة. كما كشف محدثنا أن الراحل حسين أيد أحمد ترك وصية حسب عائلته بدفنه في قبر والدته مياسة التي توفيت في سنة 1983، حيث لم يتسنى للدا الحسين حضور جنازة أمه، وقد تم أمس بفيدرالية حزب جبهة القوى الاشتراكية بولاية تيزي وزو تنظيم وقفة ترحم على روح الفقيد. وزير الفلاحة قال أمامنا 3 أسابيع للإعلان الرسمي عن الجفاف. النهار قالت أفاد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين أنه قد تقرر تحديد تاريخ منتصف شهر جانفي الداخل للإعلان الرسمي عن دخول مرحلة الخطر بسبب حالة الجفاف التي تعيشها الجزائر والتي تهدد قوت الجزائريين كون أكبر متضرر من الظاهرة، على حد قولهم هم منتجو الحبوب، الأمر الذي سيجعل الجزائر في مرحلة مساومة من طرف كبار المنتجين العالميين الذين قد ينتهزون الوضع باللجوء إلى رفع الأسعار، علما أن فاتورة واردات الجزائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية من الحبوب فقط 2 ملياري دولار. رحلات لأداء الحج والعمرة في 5 أيام فقط. النهار قالت أقر الديوان الوطني للحج والعمرة إجراءات جديدة لعصرنة عملية تنظيم الحج والعمرة للمواسم القادمة من خلال توقيع اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية لإقامة رحلات قصيرة المدى إلى البقاع المقدسة للمستعجلين الراغبين في أداء المناسك في مدة زمنية قصيرة مدتها 5 أيام فقط. علامات التلاميذ لا تعكس مستواهم وهدف الأساتذة إنهاء البرنامج. النهار قالت وجهت المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية مذكرة
إلى مفتشي المواد ومنها إلى الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث، تحذرهم من خلالها بتفادي الحش والإسراع في الانتهاء من البرامج بدون شرح الدروس. وحسب المذكرة فإن عدد معتبر من الأساتذة يعتمدون هذه الطريقة، وهو ما يتنافى مع الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها وزيرة التربية نورية بن غبريت. وقت الجزائر قالت توحيد الحجم الساعي للعربية والفرنسية في المتوسط. قالت وقت الجزائر كشفت وزارة التربية الوطنية بأنه بداية من الموسم الدراسي المقبل 2016-2017 سيتم إدخال عدة تغييرات مهمة في الحجم الساعي لكل المواد التعليمية للطور المتوسط، على أن يصبح الحجم الساعي المخصص للغة الفرنسية يساوي الحجم الساعي للغة العربية وأكبر حتى من مجموع الحجم الساعي لكل مواد الهوية الوطنية من تاريخ، تربية إسلامية وتربية مدنية وجغرافيا. احتراق 10 بيوت وإصابة بليغة في المستشفيات. وقت الجزائر قامت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر خلال 24 ساعة وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ب 16 عملية مختلفة، منها 6 في إطار إخماد حرائق حضرية على مستوى بلدية باش جراح، حيث سجل حريقان في كل من حي ديار جماعة وحي باش جراح 2، وسجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر حريقا بحي البريجة على مستوى حي 800 مسكن بزيرالد. البلاد قالت الجزائريون أكثر الشعوب رفضا لقتل المدنيين. قالت البلاد كشف صبر أراء أجراه معهد جالوب الشهير وشمل مجموعة 131 ألف شخص بمعدل 1000 شخص من كل بلد عن عدم وجود صلة بين الإسلام والعنف لدى المسلمين، الذين جاءت إجابات 86% منهم في الشرق الأوسط رافضة لتبرير قتل المدنيين تحت أي ظرف. وتصدرت الجزائر قائمة ترتيب البلدان الإسلامية التي يرفض شعوبها تبرير قتل واستهداف المدنيين. المحور قالت تدمير مركبات رباعية الدفع والقضاء على 8 بارونات مخدرات. قالت المحور تمكنت ليلة أول أمس وحدات سلاح الجو وبناء على معلومات أمنية مؤكدة كشفتها التحريات الأولية مع 17 مهربا للوقود موقوفين لدى الأمن من تدمير 3 مركبات رباعية الدفع من نوع تويوتا ستيشن بعدما رصد آخر تحرك لها قبل عملية تسللها من واد أوال الليبي باتجاه صحراء بكاس بلدية الدبدب 445 كيلومتر عن ولاية إليزي، وهي العملية التي خلفت مصرع 8 مسلحين من بارونات المخدرات، كما تم خلال العملية ذاتها استرجاع 6 قطع أسلحة من نوع كلاشينكوف. المساء على لسان رئيس الجمهورية قالت الجزائر فقدت رجلا عظيما. وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية يوم الخميس إلى كافة أفراد أسرة الفقيد حسين آيت حمد، معتبرا إياه قامة تاريخية بأبعاد إنسانية وسياسية أخذت لها مكانا، قال الرئيس، واسعا في تاريخ النضال الجزائري بل في تاريخ كل الحركات التحررية والانعتاق من ربقة المستعمر في العالم. وأعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الخميس عن حداد وطني لمدة 8 أيام عبر كامل التراب إثر وفاة المجاهد آيت حمد الحسين أبرز قادة ثورة الفاتح نوفمبر 1954. الموعد اليومي الجزائر تعرب عن ارتياحها للمصادقة على اللائحة 2259 حول ليبيا. قالت الموعد أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر بساهل أن الجزائر تعرب عن ارتياحها للمصادقة يوم 23 ديسمبر 2015 على اللائحة 2259 حول ليبيا، ومن خلال هذه اللائحة صادق مجلس الأمن الأممي بإجماع أعضائه على الاتفاق الذي وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت إشراف الأمم المتحدة. ملف صنع دراك واحد غدا بجنايات قضاء العاصمة. قالت ليديبا من المقرر أن تفتح محكمة جنايات العاصمة يوم غد الأحد ملف الفضيحة الاقتصادية والمالية التي هزت العمود الفقري وركيزة الاقتصاد الجزائري المتداولة بفضيحة سوناطراك واحد في ثالث جلسة مقررة بعد تأجيلين، ويتعني إبرام 5 صفقات مشبوهة مع 4 شركات أجنبية لإقامة نظام مراقبة بصرية وحماية إلكترونية لمختلف فروع مجمع سوناطراك بقيمة 1100 مليار سنتيم، كبدت خسائر طائلة بملايير الدولارات بلغت ما يعادل سقف 9600 مليار سنتيم.
لسوار دالجيري قالت توقيف عناصر دعم الإرهابيين بالبليدة. لسوار قالت أوقفت ليلة الخميس الماضي عناصر الشرطة القضائية المتنقلة التابعة لأمن ولاية البليدة وبالتعاون مع عناصر الجيش الوطني الشعبي التابعة للناحية العسكرية الأولى الشبكة للدعم وإسناد الجماعات الإرهابية المسلحة بإحدى غابات تشريع وبالضبط بالمنطقة المسماة يمي مغيفة أثناء اجتماع لأفرادها الخمسة والتي اتخذت من المنطقة مكانا لنقل المؤونة والمعلومات وتلقي الأوامر من طرف الجماعات الإرهابية. في الصحافة المحلية آخر ساعة قالت وفاة الضحية السادسة بعد معاناة مع الإنفلونزا وفيروس أشوان أنوان. قالت آخر ساعة توفي صباح الخميس المنصرم المسمى خالد الهادي في أواخر العقد الثالث من العمر متأثرا بمرض الإنفلونزا الحاد من النمط أشوان أنوان. حسب المصادر التي أوردت الخبر فقد تسبب له ذلك في مشكل فشل تنفسي رئوي حاد على الرغم من جلب الدواء المضاد لهذا النوع من المرض المعدي وذلك من خارج الوطن وبالتحديد من فرنسا، غير أن الضحية السادسة لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة. الوصل قالت مشروع 44 سكن ريفي جديد لفائدة الفلاحين بقديل. قالت الوصل استفادت بلدية قديل من مشروع 44 سكن ريفي جديد سيتم إنجازها بحي بن ملوكة وهذا لسد حجم الطلبات التي تخص السكن الريفي بالمنطقة من منطلق مطالبة العديد من الفلاحين بتدعيم المنطقة بحصة إضافية من هذه السكنات. الجنوب نيوز قالت الفحوصات الطبية المتخصصة تجرى فعليا بالعيادات متعددة الخدمات بورقلة. وقالت الجنوب نيوز شرعت مختلف العيادات متعددة الخدمات بورقلة في تقديم فحوصات طبية متخصصة بعد كانت مقتصرة على مستوى المؤسسات الاستشفائية وفي سياق ذي سلا تدعم مستشفى محمد بوضياف بورقلة بأطباء مختصين في جراحة الأذن والحنجر. إلى تصريح اليوم وتصريح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. عبد العزيز بوتفليقة قال قد شاءت إرادة الله أن يرحل عنا المناضل التاريخي العظيم والزعيم الوطني الصرف المغفور له وفقيد الجزائر الفذ الحسين أيت أحمد. قال والجزائر إذ تنعيها اليوم إنما تنعي فيه قامة تاريخية بأبعاد إنسانية وسياسية أخذت لها مكانا واسعا في تاريخ النضال الجزائري بل وفي تاريخ كل حركات التحرر والانعتاق من ربقة الاستعمار في العالم. ماذا أقول؟ قال الرئيس في فقيدنا العزيز وأنه كان مخلصا لوطنه حريصا على وحدة أمته جريئا في مواقفه وفيا لمبادئه لطيفا في تعامله بناء في انتقاده وشريفا في معارضته. بتصريح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نختم معرض الصحافة. إلى الضيف وموضوع